يا العشرة، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي تشوفوا 6 وحدات أمنية في الجزائر، أقوى 6 وحدات أمنية في الجزائر. إذا كنتي أول مرة كتشوف خبزي كتسلم عليك، إلا تجاوب لتحت غادي تلقى بطونة حمراء في اشتراك بالعربية، بطونة حمراء في اشتراك أبوني بالفرنسية، ما عليك إلا تضغط عليها وتضغط على زر الجرس باش توصل دائما بالجديد ديالنا. هي العادية كنعملوا رياكسيون عراب رياكسيون على اي حاجه، ما عليك الا تابونا باش ديما توصل بالجديد ديالنا. اليوم غادي تشوفوا هذا الفيديو كما قلت لكم على 6 وحدات امنيه في الجزائر. بقاو معنا بعد الفاصل، غادي نمشيو للوحدات الامنيه نشوفوا القوه الخاصه الجزائريه ونشوفوا الوحدات الامنيه اش كتعاون. بيسيكم بقاو معنا. خويا اختي، رجعنا لكم من جديد. دابا نمشيو الفيديو باش نشوفوا رد فعل خوكم المغربي على هذا الفيديو. بس نشوفوا ار بي سي دي اس اي جي او اس بي اس اس اي بي ار اي اقوى وحدات امن في الجزائر، فوج خاص للتدخل. هذه ار اس اي، هادو الاخوان هما الحماة ديال الوطن، يعني هما اللي كيحموا الوطن من اي حاجه تقدر توقع عليه خايبه، كيحموه هاد القوات. هادو القوات متدربه متمكنه باش تفعل بزاف ديال الحوايج في صالح ديال الامن وسلامه المواطنين الجزائريين، لان المواطن الجزائري كما هي العاده معروف عليهم ناس كرماء، ناس ذو قلب كبير، ذو قلب ابيض، احسن الناس. كملوا. الشاحنه يعني ذاهبه في الطريق، واشخاص نقزوا من الشاحنه بهذه الطريقه، يعني إذا ما كنتيش متمرس ما غاديش تنقش من الشاحنة بهذيك الطريقة، أكيد غادي يوقع لك شي عطب تقني في الجهاز ديالك. لذلك لا ينصح تعملوا بحال هاد الحركات هادو في ديوركم ولا في شي بلاصة، ما ديروش بحال هادو، لأن هادو راه مترينين على هاد الشيء. كملوا. دابا غنمشيو يعني فوج ميدالين مغاور، فوج ميدالين مغاور، نشوفو فوج هدا شو غادي يدير. باين غينقزو من الفوق، وكنخاف انا من داكشي ديال العلو ما عنديش معاه. كملو. ويلي 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 قناص قناص، هذا قناص كيراقب احوال من الفوق، يعني كيقنص من الطائره، من لاكوبتير كيقنص يعني الاعداء. نتحداكم الناس ديال الجزائر، نتحداكم انكم تطلعوا الكوبتر وتنقز من فوق الكوبتر. اللي يقدر ينقز من فوق الكوبتر يكتب لينا في الكومونتير انا نقدر نديرها، وبين ليا انا نقدر نديرها، ودي لي كومونتير وبين ليا وانا غادي نجاوبك. يلا بين ليا. كملوا. لحمه كيشوفك، لحمه كيشوفك والله العظيم. دابا غنشوف
قوة أخرى هي قوة مفرزة خاصة للتدخل. القوة المفرزة الخاصة للتدخل، شوفوا شنو هي الخدمة ديالها، يعني المفرزة للتدخل، نشوفوا شنو هي الخدمة ديالهم وكيفاش كيتدخلوا، واش على الإرهابيين ولا على شي حوايج أخرين. نشوفوا الفيديو. كنظن الإخوان هذو كيتدخلوا في حالات لا كان، يعني شي تدخل على إرهابيين، على مافيات كبرى، كيجيبوا هاد القوات اللي هي اللي كتمكن باش تتم القبض على هادو الاشخاص اللي كيتاجروا في مخدرات او كيتاجروا في اسلحه او ارهابيون او اي حد كان كيشكل خطر على امن وسلامه المواطنين في الجزائر. كيجيبوا هاد القوات الخاصه هي اللي كتمكن من القاء القبض على هاد الناس هادو. كملوا. يعني تدريب خاص، يعني خاص تكون متمكن لما تجي هاد القوات. يعني قوات صعيبة، تركيز. الجمهرة عملياتية خاصة للشرطة، هو هذا الفيديو اللي غادي نشوفوه دابا، هذا يكون خاص بالشرطة. نشوفوا هذه القوات هذه شنو هو الدور ديالها في الجزائر. كمل. هادو الاخوان غيكونوا تاهما عندهم نفس الدور تقريبا يكون عندهم نفس الدور تاهما، كيتدخلوا في حالات عصابات المافيا وعصابات ديال المخدرات ولا ارهابيون، كيجيبوا هاد القوات الامنيه اللي كتدخل بسرعه باش تنقذ الموقف قبل ما توقع الكارثه. يعني تحيه لاي ناس خدامين في هذه المهنه الشريفه، هذه المهنه اللي صراحه فيها مخاطر كثيره من اجل امن وسلامه المواطنين الجزائريين، اللي ديما كنقول لهم انهم يكونوا سالمين غانمين، ديما يكونوا فرحانين ناشطين. نكملوا الفيديو وبيس الناس ديال الجزائر. كملوا. يعني كتشوفوا الطريقه الاخوان ما كيهضروش بالفم، يعني ما كيتكلموش كلام بالفم، يعني كيهضروا باشارات، يعني دوك الاشارات تيكونوا قارين هما في المعهد، ملي تيكونوا في المدرسه تيكونوا قارين كيفاش تتعامل مع صاحبك ولا مع الزميل ديالك اللي خدام معاك في القوات، كيفاش تتعامل معاه، يعني كيتعاملوا بالاشارات ما يكيدوش مع بعضياتهم. كملوا. أبطال فصائل الأمن والتدخل SSE. نشوفوا الفصائل الأمن والتدخل SSE شنو هو الدور ديالها في الجزائر. كملوا الفيديو. تقريبا غيكونوا بحال القوات اللي دازت قبل من هذا الفيديو، يعني تقريبا يكون بحال انتم العصابات، يعني القوات التدخل كنظن انهم غادي يكونوا انتم بحال القوات الخاصه اللي فاتت، عصابات المافيا المخدرات كيجيبوا لهم هذه القوه هي اللي كتحمي المواطنين بحال الناس اللي كيدمروا الجزائر. كمل الفيديو.
في الطريقة باش غاديين بيه. نشوف فيديو يعني آخر، فرقة البحث والتدخل، يعني هادو غيكونوا بحال اللي قلتي مخابرات بحال شي حاجة، هما اللي تيقلبوا على يعني الناس اللي تتكون مختفية، شي ناس كتكون يعني مخبي لها الآثار ما معروفينش. هاد القوة هادي هي اللي غتمشي وغتقلب على داك الشخص اللي مخبي وانت ما عارفوش، غادي تجيب له لينا. كملوا الفيديو نشوفوا. واه سيارة جميلة. لاكوبتير. واو 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 واو، تدخل بي ار اي. تم القبض، القبض على الجاني. كما شفتم كان هذا هو الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو ما عليكم إلا تضغطوا على لايك، تشتركوا في القناة الناس جداد. إذا كنت انتي ولا انت مع عمركم شفتو أخوكم زيكوسان، ما عليك إلا تهول لتحت. عجبك الفيديو بارطاجي مع الأصدقاء ديالك، عجبك الفيديو تابونا معنا في لاشين، لحقاش باقي المزيد والمزيد والمزيد إن شاء الله. كنقولكم الناس الجزائر كنقدركم كنحترمكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم من أخوكم مغربي، إلى فيديو قادم. بيس لكم وديديكاس لكم بعد أخوكم مغربي.